لا فونكسيون ريشيرش اكس هي بارمي لي فونكسيون الحديثه اللي ضافتهم شركه المايكروسوفت على النسخ الجديده ديال برنامج الاوفيس. يعني هاد الفونكسيون لهاد الداله ديال البحث اللي هي ريشيرش اكس، ففي لي فيرسيون اوف النسخ القديمه ديال 2019 ولتحت فهي غير موجوده، لكن فهي موجوده على فيرسيون او نسخه 2021 والفوق او 365. دونك شنو هي هاد الفونكسيون هادي وشنو الفرق بينها وبين فونكسيون ريشيرش في؟ فهي بيان سور هاد الفونكسيون جات باش تحل ولا باش تلقى لنا واحد الحل ديال واحد المجموعه ديال المشاكل اللي كانوا ولا باش تعالج لنا واحد المشكل كان في لا فونكسيون ريشيرش في. كيف شفنا في لي زيكزارسيس الفايتين، لا فونكسيون ريشيرش في كدير البحث في لي سيلول اللي تيكونوا قدامنا. يعني مثلا انا واقف عند واحد الكولون، لا فونكسيون ريشيرش في كتفيريفي غير قدامها صافي. اما هاد لا فونكسيون اللي هي ريشيرش اكس فكتقدر دير فيريفيكاسيون قدامها وتقدر دير فيريفيكاسيون حتى في الخلف ديالها. باش نفهموا هادشي مزيان ضروري خصنا نمشيو نشوفوا البراتيك. اذا اول مره تبان عندك القناه ما تنساش متابعه وتفعيل الجرس لتتوصل بالجديد، وبيان سور خلي اعجاب الفيديو اذا استفدت منه. على بركه الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشرح لا فونكسيون ريشيرش اكس وغنوريكم الطريقة كيفاش كتخدم وكيفاش حلات لنا المشاكل اللي كانوا في لا فونكسيون ريشيرش في. إذا في هذا ليكزومبل ديال ريشيرش اكس كاين عندنا واحد الطابلو عندنا فيه هنا دي برودوي أو منتوجات، وعندنا هنايا الريفيرونس ديال كل منتوج وعندنا ثمن البيع ديالو. ونفس هاد ليكزومبل راه كاين عندنا في الفونكسيون ديال ريشيرش في، فهنا ما فيها باس غادي نديرو واحد التذكير ديال فونكسيون ريشيرش في كيفاش كتخدم وغنشوفو وجوه الاختلاف بينها وبين فونكسيون ريشيرش اكس وكيفاش حلات لنا المشكل. دونك المشكل اللي كاين عندنا في لا فونكسيون ريشيرش في اشنا هو؟ هو مثلا انا لكنت كان عندي الريفيرونس، انا بغيت هنا مثلا فين ما نكتب شي ريفيرونس من هاد لي ريفيرونس بغيت السيستيم يجيب لنا البرودوي، والبرودوي كي كتشوفوا معايا هنا فهو جا خلف من الريفيرونس. فهنا هاد العمليه ان فونكسيون ريشيرش في ما كتقدرش دير ليا لا ريشيرش قبل من هذاك ليليمون ولا قبل من هذيك الحاجه اللي باغي نقلب بها. انا مثلا بغيت نكتب الريفيرونس السيستيم يجبد ليا البرودوي، بما ان البرودوي كاين خلف الريفيرونس فغوشيرش في ما كتقدرش عليها. غوشيرش في نقدر نقول ليها مثلا هذا الريفيرونس ويجيب لي شي حاجه اللي قدامه هنايا اللي هي البخينيتاغ، هذه تقدر عليها غوشيرش في داكور. اما بالنسبه لغوشيرش اكس فواخا نكون انا عندي الريفيرونس، اذا بغيتو يجيب لي شي حاجه خلف منه بغيتو يجيب لي البرودوي يقدر يجيبهم، بغيتو يجيب لي البخينيتاغ يقدر يجيب. فونكسيون غوشيرش في قلنا لا كتقدر تجيب لي غير شي حاجه اللي قدامها صافي. على بركة الله غنشوف فونكسيون ريشيرش في كيفاش كتخدم. غنوقف عند لي برودوي وغنمشي عند اف اكس وغنجي نختار ريشيرش في، غيطلع عندي هاد الفونيتر عاطيني هنايا لا فالور شيرشي هي الحاجة اللي غدير بها لا ريشيرش. غنكليكي هنايا ونقول لي زعما داكشي اللي غتلقاه مكتوب هنا راه هو اللي راني تنريشيرشي عليه. هنا تيقول لي طابل ماتريس، تيقول لك سيليكسيوني لي الطابلو اللي كاين. دابا انتبهوا معايا، انا غادي نجي نسيليكسيوني الطابلو على هاد الشكل. الطابلو كيتكون من ثلاثة ديال لي كولون. هنا تيقول لك نيميروز دانديكس دو كولون اللي بغيت تجيب منه المعلومه، الكولون اللي غتجيب منه المعلومه شنو الرقم ديالو. دابا بالنسبه لنا حنا هنايا المعلومه ديالنا فين كاينه؟ اش من كولون؟ في الكولون رقم واحد، هذا هو كولون رقم واحد، وهذا هو كولون رقم جوج، وهذا هو كولون رقم ثلاثه. دابا هو تيقول لك هنا الرقم اللي غتجيب منه المعلومه شنو هو؟ الرقم الكولون اللي باغي تجيب منه المعلومه. بالنسبه لنا حنا دابا هو رقم واحد. فالور بروش قيمه مقربه غنديرو هي الزيرو، دائما غنديرو الزيرو، معني الزيرو داكشي اللي غتلقاني كاتب هنا هو اللي غتمشي تجيبيه، لقيتيه جيبيه، ما لقيتيهش ما تجيب والو، هذا هو المعنى تاع الزيرو. ودابا ردوا معايا البال، راه غيعطيني العمليه خاطئه، علاش؟ حيت حنا بغينا الريفيرونس، الريفيرونس شوف فين كاين، وقلنا ليه جيب شي حاجه في الخلف ديالك، هنا البرودوي راه كاين قبل منه، وعطينا الرقم تاع الكولون هو كولون رقم واحد، دونك ملي غندير اوكي، وغنجي هنا نكتب ليه الريفيرونس مثلا هو تي، نكتبو تي 10 تي 10 غندير اونتري ما جاب لي حتى حاجه. علاش ما جاب لي حتى حاجه؟ لان هذاك البرودوي اللي بغيتو يجي فهو كاين في الخلف ديال الريفيرونس ماشي بعد منه
بيان سيغ لما تنقول في الخلف ديالو راه حنا تنهضروا باللغه الاجنبيه يعني الفرنسيه ولا الانجليزيه، ما تنهضروش باللغه العربيه. واخا دابا ركز معايا مزيان، غنمشي نعاود هذا ليكزومبل هذا نيت على فونكسيون غوشيرش في وشوفوا كيفاش غنخدموها. غنمشي عند اف اكس ونختار فونكسيون غوشيرش في. دابا الا قلت ليه فالور شيرشي هي هذه، غنقول ليه فالور شيرشي باردون، هذه هي فالور شيرشي الشيء اللي تنقلب عليه هو اللي مكتوب هنايا. طاب الماتريس شوفوا معايا انا غنسيليكسيوني غير هاد الجوج صافي بوحدهم، ونيميرو دانديكس اللي فيه المعلومه غنقول ليه سيدي جيب لي رقم جوج. دابا انا قلت ليه في اشنو باش يجيب لي داكشي اللي قدام الريفيرونس، هذه غيعرف ليها زيرو هنايا. دابا درت اوكي ما كاين والو، ولكن الا جيت كتبت لي هنايا تي 10 ودرت اونتري فهو جابها. علاش؟ حيت هاد لي بخي انيتير راهم كاينين قدام الريفيرونس ماشي في الخلف ديالو، واضحه الفكره؟ دونك هنا هذا كل ما كيتعلق بلا فونكسيون غوشيرش في، غوشيرش في كدير لا غوشيرش قدامها ماشي في الخلف ديالها، زائد ان غوشيرش في كتقول لي سيليكسيوني لا طابل ماتريس، لا طابل ماتريس. غادي نمشيو نشوفوا الفرق بينها وبين فونكسيون غوشيرش اكس، لان دابا قلنا غوشيرش في ما قدرتش تجيب لي البرودوي اللي كاين في الخلف ديالها. الوغ غنمشيو دابا عند في 2 وكاين عندنا هنايا فونكسيون غوشيرش اكس، وهنا غادي نشوفوا يعني القوه ديال هاد الداله هذه او هاد المعادله. فانا غنوقف هنايا عند برودوي، غنمشي عند اف اكس وغنختار فونكسيون غوشيرش اكس. شوفوا معايا السانتاكس ديالها شنو كاين فيه. اول حاجه كاتبين لي هنايا فالور شيرشي، الحاجه اللي كتقلب عليها اشنا هي؟ غنقول لي داكشي اللي غيكون مكتوب هنا راه هو اللي تنقلب عليه. طابلو غوشيرشي يعني هاد الشيء، هاد الكلمه اللي غتكون مكتوبه هنا فين بلاصه بغيتي السيستيم يروشيرشي عليها؟ غنقول له اسيدي راه روشيرشي عليها هنا، داك الريفيرونس اللي غيكون مكتوب هنا في هاد البلاصه الاصل ديالو فين كاين؟ راه كاين في هاد البلاصه هادي هنايا هاد الكولون. تيقول لك هنا طابلو غونفوي يعني البلاصه اللي بغيتي تجيب منها المعلومه. في هاد الحاله الا كنت بغيت وانا يجيب لي البري اونيتا غنمشي نسيليكسيوني البري اونيتا، بما انني انا محتاج هنا لي برودوي غنمشي نسيليكسيوني لي برودوي واخا هما كاينين في الخلف تاع الريفيرونس، ما كاينينش قدام وكاينين في الخلف ديالو، ومع ذلك فلا فونكسيون غوشيرش اكس ما عندهاش مشكل في هاد القضيه هادي. دابا شنو غادي ندير؟ اذا جيت درت اوكي هاد جوجات سينون تروفي ما نهضروش عليهم بلاش، نخليهم النيفو الثاني ديال لا فونكسيون من بعد نهضروا عليهم. خليكم معايا غير هنا، فانا كنحاول ما امكن باش الفيديوهات ديالي يقدروا يستافدوا منهم الناس اللي افونسي ويستافدوا منهم حتى المبتدئين. فداك الشيء علاش غنخلي الفونكسيون غير حد هنا صافي، وغندير اوكي راها قاضيه ليا الغرض على هذا الشكل هذا. اذا درت اوكي دابا كي كتشوفوا معايا وجيت لعند الريفيرونس وكتبت ليه شي ريفيرونس من هادو اللي هو مثلا غنكتب ليه تي 10 وندير اونتري، فهو تيجيب ليا السميه تاع البرودوي راه هو تي في. واذا مشيت كتبت ليه مثلا سي ال في 2 ودرت اونتري راه غيقول ليا هما لي كلافي سون فيل، واذا كتبت ليه سي ال في 1 راه غندير كا غيجيب ليا هما لي كلافي هما لي كلافي نورمال زعما العاديين. واضح الفكره؟ دونك هنا فونكسيون غوشيرش اكس كدير لا غوشيرش قبل منها وبعد منها. نمشيو نشوفوا مثلا الا بغيناه عوض هنايا يجيب لي البري اونيتير، عوض يجيب لي البرودوي، الا بغيتو يجيب لي البري اونيتير بغيتو يجيب لي الثمن ديالها، فحتى هي ما عندهاش مشكل، واخا يكون حتى قدامه ما عندوش مشكل. نمشي عند اف اكس ونختار فونكسيون غوشيرش اكس، فالور شيرشي هو داكشي اللي غيكون مكتوب هنا سيدي. غونفوي طابلو باردون طابلو دو غوشيرش ولا الطابلو اللي غيدار فيه لا غوشيرش يعني البلاصه اللي غيقلب عليها هاد اش ولا داكشي اللي غيكون مكتوب في هاد البلاصه فين غيقلب عليه؟ غنقول له غتلقاه مكتوب هنا في هاد البلاصه هنا فين كاين عندي يا سيدي لي ريفيرونس. واخا الطابلو اللي بغيتو يجيب منه المعلومه اللي انا محتاجها بغيتك اسيدي تجيب لي البري اونيتير ها فين كاينين؟ وشوفوا معايا دابا ليكزومبل الاولاني راني درت لا غوشيرش خلف منها يعني قبل من الريفيرونس، ودابا غندير لا غوشيرش بعد من الريفيرونس. قلنا هاد جوجات غنخليهم خاوين وغندير اوكي. دابا الا قلت لي غتقلب لي على البرودوي اللي الريفيرونس ديالو بي 15 ودرت اونتري فغيجبد لي الثمن ديالو هو 1600 درهم. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، اذا كاين شي ملاحظه او كاين شي سؤال فغتخليهم لي في التعليق، غنحاول ما امكن نجاوب على جميع الاسئله ديالكم وغنحاول ما امكن ناخذ الملاحظات ديالكم بعين الاعتبار. ولا تنسوني انا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.